خليني اروح للاستاذ عبد الستار حتيتة الخبير في الشأن الليبي. استاذ عبد الستار مساء الخير. يا مرحبا، مساء النور. تعليقك على لقاء الرئيس السيسي النهارده بشيوخ القبائل الليبيه. ببساطه هو لقاء يجمع ما بين الحلم وطوله البال والقوه، ويجمع ما بين القدره على مد غصن الزيتون للسلام والحوار وحقن الدماء، والقدره كذلك على الردع وعلى يعني معاقبه من يتجاوز الخطوط الحمراء. السيد الرئيس اليوم تحدث عن أن هذا الخط الأحمر هو أولا خط للسلام، ثانيا خط للحرب لمن يتجاوز هذا الخط ومن يعبث بمقدرات الليبيين. الجانب الآخر المهم في هذا اللقاء هو أن التمثيل القبلي لوحظ أنه يعني من كل الأطياف الليبية ومن كل الجغرافيا الليبية، من منطقة الشرق خاصة قبيلة العبيدات، قبيلة المنفى، من منطقة الوسط خاصة قبيلة زوية وغيرها، من الغرب قبيلة ترهونة وورشفانة، من الجنوب المكونات الثقافية غير العربية مثل قبيلة التبو. كل هذا يعبر عن لحمة ليبية متكاملة وعن صوت ليبي واحد لدولة ليبية موحدة موجه إلى الداخل الليبي وإلى الدول الإقليمية وإلى المجتمع الدولي، بأن الليبيون هنا ويقفون خلف إعلان القاهرة ويقفون خلف ما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيدي براني، وأنهم مستعدون لاستقبال الجيش المصري واستقبال المصريين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الدولة الليبية. أستاذ عبد الستار، عندك يعني ملاحظة أو معلومة، من يتحمل فاتورة المغامرات التركية في المنطقة، علما بأن الاقتصاد التركي يعاني؟ أعتقد أن هناك لوبي في المنطقة تعتمد عليه تركيا. في قلب هذا اللوبي جماعة الإخوان الإرهابية وجماعات الإرهابية الأخرى التي تدور في فلكها، بالإضافة إلى السياسة القطرية المتواطئة مع هذا الحلف. هناك طبعا في الداخل الليبي بعض القيادات التي يعني خانت وطنها والتي أحالها مجلس النواب في الشهور الماضية إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، ومنهم رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته. هؤلاء في رأيي فتحوا الباب واسعا لاستحواذ تركيا على مليارات الدولارات من أموال الليبيين، ومنحت للليبيين أسلحة ومرتزقة وأدوات للفوضى والخراب بأضعاف أثمانها الحقيقية. للأسف الشديد هذا اللوبي الإخواني الدولي الإرهابي ومعه تركيا وقطر تلاعبوا بمصير الليبيين بعد أن تمكنوا من الاستحواذ على بعض القيادات التي جاء بها المجتمع الدولي في شمال غرب ليبيا، والمقصود به طبعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. شايف في تنسيق بين أنقرة الدوحة أثيوبيا ولا دي مبالغة مننا؟ لا ليست مبالغة. يعني أنا كنت في ليبيا عدة مرات وقمت بتغطيات صحفية ودخلت في أماكن كثيرة، وأعلم جيدا أن هناك ودائع تم تحويلها من المصرف المركزي الليبي الذي يخضع لهيمنة جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي ومعه قطر وتركيا. هذه الودائع تم تحويلها إلى بنوك التنمية الإثيوبية، وهناك وفود ليبية من حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي تتردد على أثيوبيا ومع قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية ومن المخابرات التركية والمخابرات القطرية. الشمال غرب ليبيا تحول في الفترة الأخيرة إلى مستنقع يستخدمه محور الشر لاستهداف الدولة المصرية، سواء كان ذلك عن طريق تهديد بالمياه أو إقامة المشروعات مثل مشروع سد النهضة على مياه النيل، أو بجلب الأسلحة وتخزينها في مدن في شمال غرب ليبيا
وثلاثة أرباع هذه الأسلحة كان مخصصا لاستهداف الدولة المصرية، يعني أن تصل هذه الأسلحة والمتفجرات إلى أيدي الإرهابيين. لهذا أنا أقول أن هذا اللوبي الإخواني التركي القطري الذي يعمل مع أطراف في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، هدفه الأول هو استهداف الدولة المصرية، وهو يتعاون مع كل خصوم وكل أعداء الدولة المصرية أينما كانوا، سواء كانوا صحيح. في أفريقيا أو في أوروبا أو في أي مكان في العالم. يقدمون الأموال والدعم والإعلام وكل شيء من أجل تعضيد هذا المحور وتوسيع نشاطه ضد الدولة المصرية. لهذا أنا أقول أن المليارات التي أنفقتها قطر وتركيا والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في شمال غرب ليبيا أموال ضخمة للغاية، إذا ما رأيناها لابد أن نضع في الاعتبار الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية ممثلة في الجيش المصري وفي الشرطة المصرية لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة والمتفجرات وسيارات الدفع الرباعي من الحدود الغربية أو من المناطق الأخرى. والمناطق الأخرى قد يتساءل البعض ما هي، هناك محاولات محمومة من جانب هذا اللوبي لاستغلال مراكب الصيد والسفن العابرة في البحر المتوسط لإدخال الأسلحة والإرهابيين إلى بعض الشواطئ. الجيش المصري والشرطة المصرية يبذلون مجهودا خرافيا ومكلفا للغاية من أجل منع الإرهاب والفوضى من الوصول إلى مصر. واجتماع اليوم ما بين القبائل والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي يعني خطوة من الخطوات التي تبذلها الدولة المصرية لتأمين الأمن القومي المصري وإبعاد الخطر عن الحدود المصرية، سواء بالتحالف مع أشكرك الأخوة الوطنيين الليبيين أو غيرهم. المحلل السياسي الليبي أستاذ عبد الستار حتيتة.